خلص يلا روح سلك لي الكيبل. اخذت حلو سامحون هالبران في شيء ما طاب اللهم اجعلنا ساقين قد شكون يا بان Thank you.
أربع شهور تحديدا، بس دي أغراض أخرين تحديدا. بس حدا يساعدني بالميكروفون يا شباب. من خطية العالم اسمعنا وارحمنا وغفر خطايانا آمين.
تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافك، اعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المسيئين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس السلام بنيان كنيسه الله الواحد الوحيد مقدس جامع رسوله امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه قرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السماي. صلوا من الفاتح القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب رحم. ثواب نوت نوت فيز ماروت انجف نوت فيوت بي بندو كراتور فيز ماروت انجف منو جني سنشيري سوز بخريستوس بن شويز فيز ماروت انجف ابن ما ثواب مبارك ليتون Smeti Ragios Isos Agios Ibn Magion Amin Flogitos Kyrios Isos Istos Yonas Amin Nes Nostiros Moshois Maros Morof Engineer Siro Jabef Naita Gloria Gonotim Ismin Tev Shois Shub Shani Amin Alleluia تفهم بره برسانه بونه تفنو دویوتم بن چویس و بن نوت و بن سوتیر سوز بخریستوس جه آفرس که بازی نگونه بر بسن آفاره رون آف شب تینه رو آف تی آسوه رون آف تی تینه بن تین شهر یطا یونو ثاین ثوفون مارن تیو ایر و بوسن دوار ایر و نمبای و ایتو آبای نمنو تیرون دی بنان خین ایرینی نیبین جی بی بندو کراتور اپشوی سی بن نوتی نیب اپشوی سی بن نوتی بی بندو کراتور فیوتم بن چویس و بن نوت و بن سوتیر سوز به خریستوس نشکورا که
على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا أنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة لترحم الله ترفع لنا واسمعنا ويعلنا وأكبر صلاة تطلب تشير منهم بسرعة لك كل حينك وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيامة من دارك الباب المعظم لم بطل دروس السامي وشريكه في الخدمة الرسولية أمين المقرر المكرم الأنبا أنطونيوس ونجعلنا مستحقين أننا لمشاركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد وكل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء خافين الظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو قدام هذا اليوم أباء الخمامسة والخصوص والشمامسة والأكليس وكل الشعب وضعف يكون محالين فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة مقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر فم ناظر إله الإنجيلي مرخص الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويرس معلم ديوسقورس والقديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم شهداء إسكهنة القديس يوحنا فم الذهب والقديس Yeah.
قصو اكبر سنو جنتي سيلي صاني ماس اغيوس وسيوس اغيوس الشيرو اغيوس صانا قد استغرو تشدي مسيلي صاني ماس اغيوس وسيوس اغيوس الشيرو اغيوس صانا Rosav Kestasi, Irene Basi, Ayah Sadra Masnasela, Unalazi Khat, Mukarramin Qailan, Inna Anbiya, Inna Wabrak Samarun, Wan Yasma Man Tum Tasma'un, Walam Yasma'u أما أنتم فطوبة سبسر وأذانكم لنا تسمع صحيح نسمع ونعمل بنجي لك المكسب طالبات تقديسك من أجل الإنجيل المقدس أشكر أدنى سيدنا والذين أمرونا وصلنا أشكرهم صلاة وطلبات نرفع عليك رب إلهنا الذين صبروا يا رب يا حم مرضى شعبك اشفي يوم جنصر بالبسير وبنت ليش تزين تانا استاسي استيرين أمرون شاسخين إكليسي أنت بفلان Tanı so efen afin cennet sotunu eve ana Allah kence soy so nefom ene si gentok be fov şahine kadar taksi semmel şise ede Soy sawin amin mok bin yote so webin batre yashis Baba vata wadros bimahe Esma Nem bin yote metropolitis avantanya Soy safi hale beten un فتني وخنفران مبشو سنتيني قوم كيري أبلغ سونك توكا تلوكا ناقي وفنجلي يتوى نغنو اسما كيفو بمخافة أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فاصنوا بشارة الإنجيل لماري معلمنا لوكا البشير بركاته آمين
وبنوت وبن ستير وبنور وتيريني سوز بخريستوس بشيري مبنوتي بتونخ بيو نفشايني بيوفا بنوتي بيوفا من مزامير وترتيل بين داود النبي والملك الطاهر بركات تكون معنا امين. وله تسجد بنات صور بالهدايا ويتلقون وجه اغنياء شعب الارض. كل مجد مثل ملك من داخل مشتمله مزينه باشكال كثيرتين. فليرفعوا في كنيسة شعبه وليباركوا على منابر الشيوخ، لأنه جعل الإبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت والكاهن الأباد على تقسم القصدك. الرب عن يمينك يا أبينا الطوبى والمكرم رئيس الأساقفة البابا الأنبا تواضرز الثاني وشريكك في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنبا أنطونيوس. الرب يحفظ لنا حياتكما. مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا وملكنا مخلص نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. فقامت مريم في تلك الساعة وذهبت بسرعة إلى الجبل إلى مدينة يهوذا ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات. وحدث لما سمعت إليصابات سلام مريم تحرك الجنين في بطنها وامتلت إليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء ومبارك هي ثمرة بطنك. فمن أين لي هذا أن تأتي إلي أم ربي؟ فهوذا حين صار صوت سلامك في أذني تحرك الجنين بابتهاج في بطني. فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم تعذب نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى اتضاع أمته. فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. صنع قوة بذراعيه شتت المستكبرين بفكر قلوبهم أنزل الأقوياء عن الكراسي ورفع المتواضعين أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. عدد إسرائيل فتاه ليذكر رحمته كما كلم أبائنا إبراهيم ونسله إلى الأبد. وأقامت مريم عند نحو 3 أشهر وعادت إلى بيتها. Hey, yo, me, if it's my love.
حقيقة نؤمن بإله واحد الله الإله عابد الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل بدور نور من نور إله حكم إله حق مولود غير مخلوق رحم الآب الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا البشر أن أجل الصناع نزل من السماء تجسم من روح القدس ومريم عذراء تهندس وصرعان نارات برأس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في كتب وصار جالس سموئيل وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مدين يأتي الرحى والأموات الذي لا يسلم كين كذا نعم نؤمن بالروح القدس الأب والروح المصر من الآب نسأل الله أن يجيب مع الآب والابن ناطق الأنبياء في صباحنا المقدسة كما في الدنيا ونعترف معطية ونغفر خطايا يا الله العظيم الأبدي الذي قبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار يا سرتك يا الله قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة طاهرة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موابتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا
قبلات مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب نزل يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا 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 على هذا الرأس، كفوا بخوف من عادات من الشر، كن زودر ننصر. مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل كل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي خلقت به كل شيء، ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده والمسجود من جميع القوات المقدسة. الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوات. أنت الذي يقف حولك الشاربيم الممتلئون عينا والسرافيم ذو ستة الأجنحة يسبحونك دائما بغير سكوت قائل. Oh.
مذبح ربي لا هنا الذي قبلنا خلقنا وضعنا في الدرج النعيم وعندما خلقنا وصلك بواسطه سقطنا الحياه الابديه ونفينا من فردوس النعيم لم تنطنا عنك طابعة تعتمد في القدسين وفي آخر الزهر راح نجلس نظر الموت ابنك الوحيد ربنا اقصى المسيح هذا الذي نخدم ومن عطاء القديس ماريا وتعنس علمنا روح الخالص وانعم علينا بالميلاد الفوق في الروح وجعلنا شعبا مجتمعا وصرنا تربع القدس هذا الذي حب خصاته في العالم واسلم ذاته في العالم الموت تملك علينا هذا الذي كنا نسكن به مبعن من قبل خطايانا نزل الجامع عن طريق الصالح وصعد للسموات وجلس على ملك الاب ورسم المجزاز الذي يصفر يدين المسكين العدل ويعطي كل واحد كراعه واعمال سبيس افسغار تمام مخيب ومخيم بكوزمول خذ خبزا على يدي الطارتين اللتين بلعب ولدان سن الطوباويتين المحييتين فوق نحو السماء لك الله با وسيد كل أحد وشكرا وبركه وقدسه سماه وأعطى أيضا لخاص تلاميذ القديسين ورسل الأطارقة إلى أن خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري هذا هو مزج من خمر وماء وشكرا وبركة وقدسه من وانا تارك وانا مال
وأعطى أيضا خاص تلاميذ قديسين ورسل أطهار قائلا خذوا واشربوا منها كلكم لأن هذا دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجي نصنع ذكرى آلام مقدسة وقيامتي من الأموات وصعودي إلى السماوات وجلوسي عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجداً نقرب لك قربينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال كم فيري انت ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه يا سيدنا أن نتناول من قدسة طهارة أنفسنا وأجسادا أرواحا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء أذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي اقتنيت لك بالدم الكريم لازل مسيحك احفظه بسلام وجميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها وأولا نذكر يا رب أبانا الطباء والمكرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا الأنبا تودرس الثاني
وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنبا أنطونيوس. يصلون معهم كلمة الحق باستقامة نبي معلى كنيستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص والشمامسة الأرثوذكسيين وأخواتنا الشمامسة. الشمامسة وليبوذياقونيين وسبع طغمات كنيسة الله. كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. يا رب أن ترحمنا كلنا. ارحمنا يا الله يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات آبائنا الأرثوذكسيين. ساكنين فيها بإيمان تفضل يا رب مياه النار في هذه السنة باركها. اطلبوا عن صعود مياه النار في هذه السنة لكي يبارك المسيح لأنه يصعدنا كمقدار فرح وجلال ويعنى نحو البشر ويعطينا جيل الدواب ويغفر لنا خطايانا. مقدار هاك نعمتك فرح وك الأرض ليروح حرصها ولتكسر أصمارها عدها للزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليق بارك كليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسب. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املا قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء صلوا لأجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا الوحيد النشرك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البد أبنا القديسين رأس الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين وإنجيل الشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأقصار القديسة المملؤة مجدا العذراء كل حين وليت الأركز الطاهرة مريم التي ولد الله الكلمة بالحقيقة
والقدس حنا السابق السابق والشهيد القدس استفانوس رئيس الشمامس الأشداء ونازل الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد والبطير القديس أويروس معلم ناديوس كوروس والقديس أسنس الرسول القدس بطرس رئيس الكهنة وخاتم الشهداء والقديس حنا زابيل فم والقديس أودوسيوس والقديس أوفيلس والقديس ديمتريوس والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس رغورس الناطق بالايات والقديس روس العجيب والقديس ريغوريو سيل ارماني و 318 مكتمنا بنكيا والمال 50 بالقسطنطينيه والمائتين بافاسوس وابانا الصديق العظيم البار الانبا انطونيس البار الانبا بولا اول السواح والثلاثه انبا مقارا القديسين وجميع اولادهم لباس الصليب وابانا بانس القموس وابانا بشول بار الرجل الكامل الذي استحق أن يغسل أرجل مخلصنا الصالح وأبانا بابولو الطموهي وحسقيال تلميذه سبنا القديسين الروميين مكسوموس ودوماديوس وتسربين أنشيدا شوخشاد والقوي القديس الأنبا موسي وأنبا يحنس كامل كذ وأبانا أنبا سيزوروس القموس وأبانا أنبا دانيال القموس وأبانا أنبا بخوما بالشركة وتدرس الميدو وأبانا أنبا شنودر مثل المتوحدين وأنبا ويسا تلميذو وأبانا أنبا إرسانوس معلم أولاد الملوك وأبانا أنبا إبرام أسكو الفيوم الجيزة وتلميذ القموس من خير البحير المحرقي وأبانا البابا كيرلس السادس والإرش الزاكون حبيب جرجس وكل مصاف قديسيك الذين بسؤالات مطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا لنا فليقولوا أسمى أبانا بطريق القديسين الذين رقدوا الرب ينحي نفوسهم أجمعين واغفر لنا خطايانا Ah!
الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا الذين ليسوا فينا الذين رقدوا وتنعوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء تفضل يا رب أن تنيح نفس أبينا المطران لأنبا مرقس ونفس أبينا المطران لأنبا باسيليوس وأنبا إبراهام وأبونا سوفيس وأبونا تيمساوس وهالا شهد في النياحة الأبد في أورشليم السمائية في الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنعت في نور قديسين بين أخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء بين القديسين رسائل ساقفة وأبائنا المطارنة وأبائنا الأساقفة ومعهم نفس أبينا المطران الأنبا إبراهام وأبينا المطران الأنبا مرقس وأبينا المطران الأنبا باسيليوس وأبائنا القمامسة وأبائنا القصوص وإخوتنا الشمامسة وأبائنا الرهبان وأبائنا العلمانيين وعن نياح كل المسيحيين ومعهم نفوس عبيد التي ذكرت على هذا المذبح في هذا القداس كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمتان ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحمنا كن يا ليسوع لك يا رب الذي نخست نفوسا نعم فيه فردوس النعيم في كورة الحياة الأبر شمس ما في ذلك الموضع وأين عنه أيضا غرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك ونعملنا بسلامك إلى التمام واهدنا إلى ملكوت لكي وبذك معيدا في كل شيء تمجر وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ملك الحبيب والروح القدس بارك وسلام لجميعكم فلنشكر الله الآب ضابط الكل أبو ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا لنا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس
ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه العظيم القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسرار الإلهية الغير الميتة. الجسد المقدس نسكن لجسدك المقدس الدم الكريم ولدمك المسيح الضابط الكل الرب إلهنا. آمين آمين. صلوا يا رب ارحم. بركة وسلام عمانوئيل إلهنا حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله الجالس على كرسي مجده الذي يقف أمامه جميع الطغمات السمائية الذي تسبحه الملائكة بأصوات البركة ويخر ويسجد له رؤساء الملائكة. أربعة الحيوانات الغير المتجسدين يقولون تسبحة الثلاثة التقديسات الأربعة وعشرون قسيسا جلوس على كراسيهم أربعة وعشرون إكليل ذهب على رؤوسهم أربعة وعشرون جام ذهب في أيديهم مملوءة بخورنا الذي وصلوات القديسين ويسجدون أمام الحي إله أبد الأبدين. الأربعون ألفاً الباتوليون الغير الدنسين يسبحون الرب قائلين قدوس 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 أمين الليلويا. ونحن نسجد للثالوث القدوس ونسبحه قائلين قدوس الله الآب ضابط الكل أمين الليلويا. قدوس ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا أمين الليلويا. قدوس الروح القدس الباراقليط
أمين. هللويا. والدة الإله الطائرة القديسة مريم العذراء أمين. هللويا. مقدسة ومملوءة مجدا هذه الذبيحة التي ذبحت عن حياة العالم كله أمين. هللويا. من أجل هذا مخلصنا الصالح صرخ قائلا إن جسدي هو ماكل حق ودمي هو مشرب حق. من يأكل جسدي وأشرب دمي يكون فيا وأنا أيضا أكون فيه. يا سيدنا طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة وجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت نجسر بدالة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وخبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشريك المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوه والمجد إلى الأبد ننصت بخوف الله. يا رب ارحم.
القدسات للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين. جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا أمين. مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا أمين. جسد ودمع عمانويل إلهنا هذا وبالحقيقة آمين. آمين 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 آمين. واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا إلينا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن بيلاطس البنطي سلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وعدي عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لكل من يتناول منه. أؤمن 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 أن هذا وبالحقيقة آمين. آمين 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 أن هذا وبالحقيقة آمين. أطلبوا عنا كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون معكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الصلاة المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.